مشاهدي جريدة أفكار، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة سليمان. تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة سليمان النقطة اللي أثارت جدلا كبيرا في أوساط الساكنة، وهي نقطة خصاصة الماء والكهرباء. هذه النقطة ربما ستثير غضب وقلق ساكنة مدينة سليمان. اليوم معنا عضو سابق في المجلس الجماعي بمدينة سليمان اللي غادي يقربنا حول هذه النقطة اللي ربما غادي تدوز حتى في دورة المجلس الجماعي بمدينة سليمان. سي عزيز، السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله عليك. الله يحفظك اخويا. اليوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اثاروا واحد النقطة اللي اثرت او خلفت قلق لدى ساكنة مدينة سليمان، وهي خصوصا الماء والكهرباء. في نظركم ما هي الدوافع اللي غادي تخلي المجلس باش يصادق على هذا النقاش؟ اولا كنشكر السي حسن وكنشكر المواطن السليماني، لان هذه النقطه فايت داز ماشي عاد اليوم غدوز، داز 2010 ورفضناها، رفضناها بالمجلس كامل بالاعضاء كلشي صوتنا ضدها. واليوم كنتفاجئوا كنشوفوا الرئيس دار هذه النقطه وباش يخصص الضوء الماء، وعرف انه الا خصص الماء والضوء في سليمان راه اللهم انا لله وانا اليه راجعون. حنا تنقولوا للاعضاء راه الناس صوتت عليكم ودارت فيكم الثقه وكل شيء، وانتم ما طعنوهاش من اللور، انتم الاعضاء ما طعنوهاش من اللور، الا صوتوا راه طعنتوا المواطن وطعنتوا الساكنه ديال سي سليمان. حنا خصنا نوقفوا بالمرصاد لهذه النقطة. واخا بالنسبة لما هي الدوافع اللي خلات هاد الرواد مواقع التواصل الاجتماعي باش يثيروا هذه النقطة؟ ربما غدا هناك دورة ديال المجلس، ربما غادي يصادقوا على هذه النقطة هذه. شكون اللي خلات المجلس باش غادي ربما يصادق على هذه النقطة هذه؟ وأن المواطن راه متخوف مسكين، لأن المواطن مغلوب على أمره، أنه عارف أن الشركة ما غاتحنش فيه، أي حاجة غاتنزل عليه. ولزاي الا تحرك شي بوست خصما يوم لونه عادي يرجع هذاك البوست، فيها بزاف ديال المشاكل. وهذا ماشي ان خصاصه عندها غير الفلوس، الشغل ديالها هو الفلوس، هي تربح الفلوس، ما كاينش هادي ولا هذا. اما حنا اللي كنطلبوا المدينه فقيره، المدينه ما فحالهاش، المدينه الناس ما ربي اللي عالم بهم، عورقه وحده راه كيبقاو ثلاث شهور باش عاد تيخلصوا. واما بالك دابا تجيب لهم شركه تحطها لهم على الراس، شنو هادي؟ كيفاش تؤثر هاد الخصاصة على جيوب المواطنين؟ كعرفوا ان المواطن السليماني الله يحسن الاحوال، الناس مساكن فقراء ما عندهم، الناس كتدوز مع القوت اليومي، وناخذوا غير مثل من طنجة ومرباط ومن هذا، كلشي الناس كتغوت من الشركة، لأن الشركة ما همها غير الفلوس، ما همهاش المواطن، ما همهاش المواطن، إنها غير الفلوس، ما خصهاش المواطن غيبقى يغوت ربي اللي خلقه. وحنا دابا شوف غير مع الشركه ديال الماء والكهرباء، ولا كي تخصص الماء والضوء كيف غتكون؟ راه مشكله، راه مشكله. عاود ما حنا اللي كنحملوا المسؤوليه هو الاعضاء، الاعضاء الناس صوتت عليكم ودارت فيكم الثقه، ولا صوتوا لصالح هذه النقطه راه غتكونوا طعنتوا المواطن من ظهره. كنعرفوا ان مجموع جماعات تخوص، واه هي مجموع الجماعات، شوف واش واقع فيها دابا، تخوصات تدي مليار و800 مليون. ها هو سي سليمان في واحد الفقر، ما عمرو تصلح، ما عمرو تقاد، ما عمر تقاد في شي حاجه، لان صاحبي الفلوس اللي عنده كديها له مجموع الجامعات. ما بالك دابا الا دخلت عاوتاني هاد الشركه، شنو المشكل؟ الا تحرق بوست خصو ما هي ولا تصاغ ما تقراوش. انا جيك دابا الان بالنسبه لي بوست دابا اللي تحرقوا، بالنسبه كنعرفوا ان الدواوير دائما كتعاني من هذا، وغيبقاو تما حتى المواطن يخلص هذاك البوست عادي يمكن يدخلوه لهم، لان الشركه قلت لك الشركه كتبغي الفلوس، ما يمكنش تخلص من جيبها ولا شي حاجه. حركتي بوست خصك تخلص بوست ويدار، لان راه المواطن كيخلص، واخا المواطن كيخلص الورقه راه غيزيدوا عليه في الورقه، واخا يكون مخلص هذاك البوست، لان المواطن مغلوب على امره. حنا اللي كنطلبوا من الاعضاء، انا دابا ما عنديش شي حاله، هما الاعضاء الى صوتوا في هذه النقطه راه غيكون. حنا 2010 رفضنا هاد النقطة، رفضناها وما تصوتاش، كنا في المعارضة ورفضناها وما دازتش، وكان رئيس وما بالو كرئيس،
وفي التالي ما دازش، وعاد تجي دابا انت الرئيس وهذا ديروا هذه النقطة، راه عارضة. بالنسبة للفواتير ديال هذا الخوصصة شحال كتجي؟ واش داكشي بربعة؟ هو شوف اشوف هي ما الخوصصة ما كتزقل حتى حاجة، أي حاجة دارت كتخلص عليها. فرق كبير ما بين المكتب الضوء والكهرباء وما بين الشركة. أن الشركة قلت لك هما هو الفلوس، خصها تدخل الفلوس. والمواطن راه غيعاني سي سليمان، وما غايسمحش لهاد الناس اللي غايصوتوا على هاد النقطة. أنا اللي كنقولها. شنو هما الإجراءات اللي غادير هاد الخوصصة في ظل هاد التزامن ديال الأوضاع الاقتصادية في زيت سليمان؟ وراه غتمشي عادي، راه بحال اللي كانوا هما اللي نضوا الشركة، بحال كانت الشركة ديال المنضوا بحال الخوصصة. غير الخوصصة ما كتزقل حتى حاجة. كيفاش ما كتزقلش؟ ما كتزقلش أي حاجة دارت، تحرك بوس خصو يتخلص. دارت بو هذاك خصو يتخلص، أي حاجة دارت خصها تتخلص. ماشي بحال المكتب تيمشي يقضي للناس غرضهم ويقاد لهم المسائل ديالهم، ملي تحرك البوس كانوا دوك يجريو. أما الخوصصة سير ديم خصها تقرير وخصها هذا وتصيفط لهذا وتصيفط لهذا، عاد هذاك البوس تي يتسمى ضامنين بلي غيتخلصوا فيه عادي يمكن يركبوه. والناس اللي ما كيخلصوش الضوء في الوقت ديالهم واش كدير لهم الشركه؟ هذيك عندها الوقت، عندها محدد، عندها برنامج خاص اي شهر اشنو دخل اشنو راه اشهر، عندها بروغرام كديرو. الا ما خلصتيش في الوقت المحدد هذا تحيد لك المكانه، ما كاينش هذه. تما نقطع لك الضوء هو الضوء. اما راه هذا المكتب هذا راه كيساعدك وكتمشي وكتعطي شويه بشويه وشويه بشويه، اما هادو تيعرفوا غير الفلوس، تيقول لك اخويا شوف عاطينك الضوء خصك تخلص الضوء، ما كاينش. ولهذا انا تنصح السلطات المحليه كيفاش تستجيب للقلق ديال السلطات شوف السلطه المحليه، السلطه المحليه مدوزه الوقت ديالها وغدا بحالها، ما قالشهاش في المدينه. اللي كيعاني هما الناس ديال المدينه، هما الساكنه ديال سي سليمان. اما السلطه راه كدوز 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين شحال ما بقى راه يمشي بحاله، ما عندوش مشكل. النقطة غتدوز هو السلطة خصها ما تكونش عندهم مشاكل، تجنب المشاكل. شفنا مجموعة من الجماعات مليار و800 غتزاد الخوصصة في غالب هاد البلاد هادي. وراه مصيبة، راه مصيبة صاحبي، الله يسر وصافي. أنا اللي كنقول راه المواطن مغلوب على أمره وصافي. المواطن راه ما فحالش، راه مدينة السلسلة شوف كيفاش وقعات وكيفاش دارت وكيفاش مشاكل اللي عندها. وحنا الشارع تنمشيو وتيدوزوا عليه مسؤولين، هو كله محفر، هو ما عمرو يتصاغب. انا تنقول لك 2030 وما دار حتى شي حاجه بسيد سليمان. شو شحال من عام وانا كنقول تنقول لك 2030 ونتحدى شي واحد يقول لك غيصلح شي سليمان ولا غيدير شي حاجه. ما كاينش، ما كاينش مداخل، ما كاين حتى حاجه. انا لا هو المجلس اللي من الحكومه ومنتمي لرئيس الحكومه هذا غيمشي يدق على رئيس الحكومه راه اي حاجه يعطيها. ولكن اش غنقول لك، كل واحد كيشوف مغلوب، كل واحد تيشوف هذا وصافي. هذا الشيء اللي تقول الوضعيه ديال مدينه سليمان فاكتير ديال الخوصصه واش غادي تأزم السكان او الساكنه في ظل هذا الارتفاع؟ هو اللي غياكلها هو المواطن، ما تأزمها المواطن هو اللي غيهز الهم. ما يكذبش عليك شي واحد، المواطن هو اللي غياكل العصا، ما كاينش شي واحد ولا هادي. المدينه راه مأزمه، المدينه عاد غتأزم، المدينه راه معزمه هي. شوف كيفاش دايره، شوف حالتها. واش ملي كدوز في الشارع محفر تيدوزوا عليه مسؤولين وهذا، والناس كتفرق عليها الروايض وكتفرق عليها هذاك الشيء، وما كاينش عندك غير كلمه من عند مدير التجهيز تعيط له تقول له عمر لي هذا الحفاري، ما قدوش. قدام مؤسسه دستوريه، وي قدام مؤسسه دستوريه. واش وحنا كنا في المجلس كنعيطوا غير للمدير ديال الجهه تقول له عمرنا هذا الحفاري، كيدوز يعمرهم في الصباح. وهي شو شحال من عام دابا، وداز عيد العرش وداز هذا، هذو الحفاري محفرين وما كاين حتى واحد، لا حتى واحد ما تيديها في شي حاجه. واخا هاد الخوصص واش تاثر على المجلس البلدي واش شوف المجلس انت كون كنت غتاثر هي على المواطن. اما المجلس ما عنده سوق، راه مدوز 3 سنين وغادي بحاله، ويجي واحد اخر ويجي واحد اخر ويجي ويجي مجلس اخر ويجي مسؤول. اللي تنقول لك اللي غياكل العصا هو المواطن. انا هذا الشيء اللي كنقول. اما المجلس راه يحيد هذا الرئيس ويجي رئيس، ويحيدوا اعضاء ويجي رئيس، ويل غير الاعضاء اللي صوتوا على واحد الحاجه اللي غدر على المواطن اللي غياكل فيها العصا. انت انا صوتت عليك وجبتك لهذاك الكرسي باش تدافع عليا، انت كطعني من اللور، راه عار حشومه. واخا ما كاينش شي حلول بديله من غير الخوصصه؟ والخوصصه هي المكتب الوطني تجند وينوض يخدم
ويدير موظفين وهذاك وما يكون على الخير. على شحال حنا شحال من عام حنا غاديين مع هذا المكتب الوطني، عاد اليوم غتجي تقول لي تخصص كلشي دابا ولا كيهرب من المسؤوليه، تيعطيك مول الفلوس مول الفلوس كيدكدك، هادشي اللي كنقول لك. واخا واحد الرساله للاعضاء المجلس، انا اللي كنوصل، انا اللي الرساله اللي غنوصل للاعضاء هما حنا راه داز عندنا في 2010 ما صوتناش، حتى نتوما كونوا رجال وما تصوتوش على هذه النقطه، لان هذه النقطه راه تغدر المواطن، والمواطن هو اللي دارك في هذاك الكرسي وغطعنهم من اللور، وغدا غتجي تبغي تدوس عنده يصوت عليك راه يجري عليك بالحجر. هادشي اللي كنقول انايا. شكرا. اذا مشاهدي جريده عبير من مدينه سيدي سليمان.